خلينا نسمع الجزء الاقتصادي، ماذا يعني ذلك بالنسبة للاقتصاد؟ معنا على الهاتف دكتور عمرو حسنين، رئيس شركة مارس للتصنيف الائتماني. دكتور عمرو، يعني عندما استمعت لهذا الخبر وأنت مطلع على كل مؤسسات التصنيف الائتماني، كيف كان رد الفعل من الناس اللي كلمتك، وكيف ترى أهمية هذا القرار على الجذب الاستثمار بالذات الخارجي؟ اهلا بك يا استاذه لميس وبضيوفك الكرام وبالساده المشاهدين. الحقيقه طبعا الخبر ده كان خبر وقعه جيد جدا، بيعبر عن في كذا رساله بنرسلها كدوله للداخل وللخارج في نفس الوقت. اولا انه عندنا استقرار سياسي. اثنين، دولة واثقة من استقرارها وواثقة من نفسها وليست بحاجة إلى إجراءات استثنائية أو قوانين طوارئ. أهم حاجة منظومة العدالة قادرة، رسالة أن منظومة العدالة قادرة على التعامل مع كافة الظروف بالوضع الحالي بتاعها وليست بحاجة إلى قوانين استثنائية أو حالات طوارئ للتعامل مع أي مشكلة بتطرأ. وده بيهم المستثمر جدا، المستثمر عايز يطمئن لأن منظومة العدالة واضحة وشفافة وقادرة على التعامل بدون اللجوء إلى أي ظروف استثنائية أو قوانين طوارئ. ده مهم جدا للمستثمر. وانا عارفه انك دارس للقانون، هنا المستثمر يعني هل كان واحد من قلق، يعني من قلق المستثمرين وهو جاي مصر، يا ترى انا هيتطبق عليا ايه؟ لانه زي ما بنقول خروج المستثمر اهم من دخوله، يعني بمعنى ان هو بيدخل بيفكر طب انا لو حصلت لي مشكله هخرج ازاي؟ هنا مع الغاء حاله الطوارئ بيفكر ان هو الان القانون العادي سيطبق عليا، هل ده بيدينه مزيد من الطمانينه؟ طبعا مما لا شك فيه انه بيدينه مزيد من الطمانينه، لانه حضرتك خدي بالك في أثناء الحياة اليومية وفي غمار العراق اليومي وارد أنه أي حد يحصل له أي مشكلة. المستثمر عايز يطمئن على مصيره، عايز يطمئن أن مرفق العدالة هيلحقه ومرفق العدالة هيتعامل معاه كأنه مواطن عادي زي أي مواطن آخر، مش هيحصل له مشاكل استثنائية، لن يتعرض ليه ظروف استثنائية أو لقوانين طوارئ. منظومة العدالة بالنسبة للمستثمر من أهم الحاجات اللي بيبص عليها المستثمر وهو جاي يستثمر في الدولة. لو منظومة العدالة مش ملائمة له، لا ده نسبة المخاطر بالنسبة له بتبقى عالية جدا، وقد يكون هذا هو الحائل بين نجيه للدولة في المقام الأول. التصنيف الائتماني بيدرس حاجات كتيرة جدا، منها جزء سياسي غير الأجزاء الاقتصادية. هل ممكن هذا القرار يكون في عند مراجعة التصنيفات الائتمانية في الفترة القادمة يكون مؤثر تأثير إيجابي على تحسين التصنيف الائتماني لمصر؟ مما لا شك فيه أنه قرار زي ده بيعكس مجموعة عوامل بتؤثر بطريقه ايجابيه على التصنيف الائتماني. زي ما حضرتك عارفه التصنيف الائتماني بيخش فيه عوامل كتيره قوي، مش 10 ولا 20 ولا 100، اكتر من كده بكتير، لكن اكيد عمليه الاستقرار السياسي دي بتبقى من العوامل المهمه واللي بتلقي بظلال ايجابيه على التصنيف الائتماني مما لا شك فيه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو حسنين، رئيس شركه مارس للتصنيف الائتماني.